مساء الخير عشاق الدردشة، مساء الخير عاشقات الدردشة، ومساء الخير من يجالس أهل الدردشة. فالدردشة ديال هذا المساء هي كما العادة هي إن ريفليكسيون لكل واحد فينا قد ياخدها وصنع منها هذاك الشيء اللي هو، فهي على شكل رد على واحد لا كريتيك ديال هاد ثلاثة الفيديوهات الاخرين اللي درت. وانا كنرد على كاتب هذاك السيد اللي دار هذاك لا كريتيك، فكما قلت انا كما سبق، فحتى التخربيق راه عنده منطق. صافي، هذا هو باش غنجاوبك. التخربيق حتى هو عنده منطق. اما بالنسبه لمستقبل القنيطره، مستقبل القنيطره هو بيت القنيطريين، ولاد البلاد، ولاد البلاد اللي عاشوا في الظل ديال لا بونسي ديال عيشة قنديشة. انت يا ولدي ما عشتيش في الظل ديال هاد لا بونسي هادي، لان ولاد القنيطرة اللي عاشوا في الظل ديال لا بونسي ديال عيشة قنديشة ما كيخافوش، ماشي جبناء، دراري، ناس، عيالات، لي نساو بأن الخوف موجود، وربوا أجيال. أما أنت يا ولدي، ما أظن، ومع كل احتراماتي، ما أظن بأن الوالدين ديالك عاشوا في ظل هاد لابونسي هادي ديال عاشي قنديشة. ولهذا كنقول لك الأمثالك بأن مستقبل ديال القنيطرة بيت القنيطريين، وبيدك حتى انت لابغي دير اليد في اليد مع القنيطريين. فلازم تحصنوا هذيك المدينة هذيك بالصدق، تحصنوها بالأمان، لأن الصدق هو روح الإبداع، والأمان هو تجارة الإبداع. فإذا تحصنت المدينة بالصدق فغيكون فيها الأمان، والأمان هو إن باز ديال ليبانويسمو ديال اللي فيها واللي داخل ليها واللي خارج منها. على هاد الشكل غتكون مدينة القنيطرة، غيكون الداخل فرحان ومأمن، والخارج فرحان ومأمن. فالناس اللي كبرات وعاشت في ظل ديال لا بونسي ديال عيشة قنديشة، ففهمات بأن هذيك البلاد سكنوها بعض الخونة في السبعينات، ملك الروح ديال عيشة قنديشة. فأنا يا ولدي لا يشرفني باش تنضم نتايا لهاد القناة ديال الدردشة، لأن أنا بغي نخلق منها قناة ديال العشاق ديال الدردشة، ناس اللي كتاخد الدردشة وكتفصلها وكتصوب لنا شي حاجة اللي زويونة. حيت نتا ما يمكنش ليك تجي وتصوب إن ريفليكسيون في 8 او في 10 ديال الدقائق، ما غتعرف ما تقول. وانا كنظن من خلال هاد الفيديوهات الاخرين اللي درت انا وبعض منهم تكلمت على مدينه القنيطره، فكنظن بانك باندي او صديق شي باندي
من هذاك المجلس، مع احتراماتي للشرفاء اللي كاينين في المجلس ديال ديك المدينه. فانا هكذا قريت هذيك لا كريتيك ديالك، ربما انت كتنتمي لديك المجموعه ديال البنديه اللي استولات على ديك المدينه ولا خيرات ديك المدينه، وخصك تفهم هذه المساله هذه. انا ماشي من دوك الناس، وما غنذكرش لشين ديالهم مع احتراماتي الناس اللي كتسمع ليهم. ما نقلب لك لا على تاريخ ديالك ولا لا، ما نشر ما كنشرش الغسيل ديال عباد الله، فهمتي؟ خصك تعرف بالوليدات الصغار اللي كبروا في الظل ديال لا بونسي ديال العيشه البحريه، عطاو ابطال يا ولدي، وعطاو كتاب، وعطاو فلاسفه، وعطاو علماء في الرياضيات، وعطاو اساتذه في كره القدم اللي نتوما جيتو وخربتو هذيك المدينه هذيك. مستوى ديال الفريق بين لك بان المجتمع المدني ديال ديك المدينه ولا مشتت، ولا كيعبت، ولا كيخربق. علاش؟ لان جو الامثال ديالك اللي كانوا مصابين بفيروس ديال الكلخ اللي هو اخطر من فيروس ديال الكوفيد 19، وجاو ونشروا العدوى ديالهم وعادوا الشباب ديال هذيك المدينه هذيك. فحان الوقت باش نحاربوا هاد وباء الكلخ، حان الوقت. ولاد القنيطرة الحرار اللي كتذكروا على مستقبل ديال المدينة ديالكم ديال القنيطرة، فحان الوقت لمحاربة الجهل. فإذا كانت لا كونيكسيون بين المجتمع المدني اللي كاين في مدينة القنيطرة ولا حتى في المغرب، ولكن انا خاصة دابا كنتكلم على القنيطرة لانني كنجاوب واحد السيد. ف الى كانت لا كونيكسيون عند اون باز ديال الصدق، فغيكون المجتمع نقي فيها، وما غيكونش وجود لهذوك الخوانة، او ماشي كلهم، البعض منهم اللي كاين في داك المجلس ديال هذيك المدينه هذيك، وكاس كينهب وكيخبط وكيطحن كيبغى. علاش؟ لان ما كاين صدق، ما كايناش اون كونيكسيون ديال الصدق. مجتمع مشتت. البارسا ماشي هي ميسي، البارسا هو لعب جماعي مضبوط مبني على الاجتهاد، مبني على الثقه. الناس كتلعب بصدق، وفي الوقت اللي غيكون اللعب بصدق ما غيبقاش الباب مفتوح للمنولة يجي يدخل ويسير امور ديال هذيك المدينه، يسير امور ديال الناس اللي عندها واحد لا كونيكسيون اللي بازي على الصدق. فانا يا ولدي ماشي من داك النوع اللي كينشر غسيل الناس، نجي وغندير فيديو ونقلب على التاريخ ديال فلان ولا ديال فلان ولا ديال فلان، وننشر الفضائح ديالو ونتكلم فيه وننشر الغسيل ديال التاريخ ديالو. انا ماشي من هذيك الفصيله هذيك. فاذا كنت يا ولدي انت من هذيك الفصيله هذيك، فخصك تخرج من هذيك المدينه، تجمع الصاك ديالك ولا تجمع الخنشه ديالك فجبتي الحوايج ديالك وتخرج من هذيك المدينه هذيك، لان هذيك المدينه مدينه ديال الرجال، مدينه اللي الرجال ديالها تعاملوا مع عيش البحريه. وسير ولدي قلب على عيش البحريه شكون هي، وقلب على الرجال اللي عاشت في ظل هذيك لابونسي، وتعرف العقليه ديالهم وتشوف المعامله ديالهم كيفاش كانت مع بعضياتهم. فامثالك انت هما اللي خلاو الناس اللي كيسيروا هذيك المدينه هذيك يديروا ما بغاو. فعلى القنيطريين يحصنوا المدينة، يحصنوها ويخدموا المدينة هما، ما تعاولوش على المجلس. فلا كونيكسيون ديال الصدق ديالكم هي اللي غطير هادوك الخوان من ديك المدينة.
وغتكونوا كمثال. كل شيء يخدم في هذه المدينة، المحامين يخدموا، أطباء تخدم، البوليس يخدم، كل شيء يخدم بصدق، كل شيء يخدم بصدق، كل شيء يخدم بصدق. وتنقى المدينة، مدينة وسط المدينة، القلب النابض ديال هذيك المدينة، الخبازة ولات بحال المزبالة ديال بنغلاديش. علاش؟ لأن ما كاين، كاين الفوضى، كاين العبات، وفي صالح البندية، فالناس ديال القنيطرة واللي كتكلم على مستقبل القنيطرة هما اللي خصهم، ماشي نقاطعو، ما نقاطعوش، نحاربو، أتحاربوا الجهل، لأن بمحاربة الجهل ممكن تحاربوا الفقر، بمحاربة الجهل ممكن تحاربوا الجريمة، بمحاربة الجهل ستكون عملية الإسقاط الخونة، بمحاربة الجهل غتنقيو المجتمع المدني اللي كاين في هذيك المدينة هذيك. دير هادي رجال، رديتوها يضرب بها المثل في الجريمة، في السرقة، في الخطيف، في النهب، جاو هرفوا ليكم على البحر اللي كان، اللي كان متنفس ديال المدينة، بهدية كانت متنفس ديال المدينة، جاو ناس دوا، علاش؟ بصحتهم، مغاربة ساكنين في الوطن ديالهم الدنيا هانية، ولكن كان الأولى ولاد المدينة هما اللي يشدوا المهدية، ولكن ولاد المدينة كاين اللي خرج منهم، اللي غادر، كاين اللي كان الجهد ديالو والجناح ديالو مهرسين، كاين اللي كان عنده شوية وجاو نهبوه ونصبوا عليه وداوه، لأن كان نية، كان صادق في المعاملة ديالو، وتشتات هذيك المدينة هذيك. على أي هذا رد عليك يا أخي، أنا راه ماشي من دوك الناس اللي غيديروا فيديوهات ويبقاو يتكلموا فلان وفلان ونشروا الغسيل ديال عباد الله، وفهمت الميساج هذا. والسلام عليكم، ومرحبا بأهل القنيطرة وبناس القنيطرة. السلام عليكم ومساء الخير.